هذه المناسبة ولنا الثقة الكبيرة بالرفاق وبالتدريب الذي تلقوه في هذه الأكاديميات، إنهم سيكونون لائقين بهذا التدريب وبهذا اليوم، وبنفس الوقت في التدريبات الإيدولوجية، وخاصة من ناحية الإيدولوجية ومن ناحية العسكرية. ورفاق هنا قدموا جهدا كبيرا ووعدوا على الانتقام من الأعداء ومن داعش ومن المخربين والسلطات، وبنفس الوقت جميع رفاق وعدونا بأن ينضموا بشكل جيد، وخاصة يكونوا ناظرين في سبيل الحرية وبناء النظام الديمقراطي.